وأنا أرفض هذه التسمية التي تداولت في الإعلام. هذه ليست سرقة القرن، هذه عظة من عظات القرن. يعني سرقات القرن السابعين مو مليارين، هذه قنبلة الدخان التي انشغل بها المجتمع العراقي المهووس بالسوشيال ميديا وحروب التصريحات لكي لا ينتبه إلى السرقات الحقيقية التي حصلت. ووضع حضرة النور زهير يعني كبش فداء وهو يعمل لصالح أشخاص. من هو نور زهير هذا؟ منين جاء هذا يا عدي يا أخوي؟ منين جاء هذا؟ إيش قد عمره هو؟ مواليد 81 يبدأ منين؟ عائلته بيت المظفر عائلة علمية وعائلة ثقافية ويعني الموجودون في البصرة الموجودون في النجف، عائلة محترمة جدا. ليس لديها هذه الأموال، وهذا هذه كل غطاء وغسيل أموال تقوم بها الأحزاب التي نهبت الدولة العراقية وتضع أسماء متى ما أراد أوراق متى ما أرادت تحترق وتعرق. ولكن الأهم في تصريح رئيس الوزراء الرئيس سيد المزارك يعود إلى سؤال حضرتك، هو المواجهة بين النزاهة والقضاء، هو التعارض الذي يحصل بعمل مؤسسات الدولة. هذا العنوان الأبرز. يعني حينما يخرج رئيس هيئة النزاهة يقول أن المسؤول عن هذا الملف هو ضياء جعفر القاضي الذي أول قاضي يشاهده، هو يقصد قاضي واحد وليس كل القضاء حتى نكون واضحين سيد الياسري. أي ولكنه يرمز إلى القضاء يا سيد الكريم. هو مسؤول على هذا الملف، وهذا ملف خطر وملف منشغل به المجتمع العراقي من أجل السودان إلى الآن. يعني من 2021 في عهد يعني في عهد السيد الكاظمي، وتهم الكاظمي بها وتهمة وزير المالية علاوي، وبالتبعية الآن طلع نور زهير وكشف الأطراف الموجودين في هذه الدولة وفي هذه الدورة وفي هذه الحكومة. فأنا الذي أريد أن أقول من قراءتي السريعة لتصريحات رئيس هيئة النزاهة أن حالة عدم المنظومية والتعارض الموجود بين عمل مؤسسات الدولة سواء كانت قضائية أو رقابية واضحة جدا. الآن المشكلة مو بين القضاء ونور زهير، المشكلة بين رئيس هيئة النزاع وبين القضاء. بمعنى أنا ما الذي أفسره سيد اليسري يعني عندما أشار إلى وجود دور كبير فعليا لرئيس محكمة الكرخ المختصة بمكافحة الفساد القاضي ضياء جعفر بالتستر على قضايا كبيرة متهم بها زهير؟ والله شوف، احنا كمحللين وكاعلاميين استاذ عدي لا نشكك بنزاهه القضاء وان كان فيه غير نزيه. يعني الميثاق الشرف الاعلامي لا يسمح لنا ان نتهم اي قاضي او اي شخصيه قضائيه.